المفروض ان اي حد بيشتغل اي شغلانه يكون يا اما هي تخصصه اللي درسه يعني هو يشتغل فيه كتير وكده، زي مثلا الدكتور، فن اللحام تحت الميه، المهندس، يا اما حاجه هو شاطر فيها وعارف زخانقها بقى جايبها من تحت كده، المنجد، الميكانيكي، المحامي مثلا، يا اما بقى تكون موهبه، يعني واحد عنده موهبه اللي هو الايماجي مثلا والترزي، المطرب، النشال، دي مواهب، موهبه من عند ربنا، يا اما بقى حاجه يكون تكوينك الجسماني يأهلك ليها، البودي جارد، رقاصه، والحاجات دي محتاجه مؤهلات خاصه علشان خاطر تعرف تعمل كده، باستثناء الموظفين طبعا، مليون مؤهلات، بس انا بصراحه بتلخبط معاهم شويه، ما بعرفش احكم عليهم، لكن لا 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 لا، بص اقول لك على حاجه، اوعى تقول ان في شغلانه مهمه وشغلانه مش مهمه، خد بالك، كل الشغلانات مهمه، يعني مثلا الراجل اللي بيقف بمناديل في الحمام ده مثلا، الناس تقول لك ايه ده، ايه فايدته؟ يا خبر ابيض، ايه فايدته؟ لا انا اقول لك ايه فايدته، تخيل انت دخلت الحمام ولقيت المناديل جوه لوحدها من غير المدرب بتاعها، ممكن تهاجمك، ممكن تأذيك يا اخي، ما هي ما تعرفكش، هي مش مؤلفه عليك، الانستراكتور بتاعها مش واقف جنبها موجود معاها كده، انت مش هتعرف تستخدمها، بعدين لازم يكون في حد مختص يشوف مشاكل الموضوع، عيوب الصناعه وبتاع، هتحتاس جوه، ما يعني فيش حاجه مش مهمه. طبعا هو ساعات بيبالغ شويه لما يديني المنديل يقول لي كل سنه وانت طيب، يعني انا مش حاسس ان دخول الحمام مناسبه سعيده لدرجه انك تهنيني، بعد الشر ما هياش من السنه للسنه، لا ده مكاني الطبيعي، باجي كتير وبمشي البيت بيتي يعني، لكن هو مهم، لا مهمين. عندك مثلا كمان عامل الاسانسير، ممكن حد يقول لك يعني هو بيعمل ايه يعني، لا بيعمل كتير، معلش يا سلام، تعرف تسوق اسانسير كده، تعرف تاخد الغرزه من اللي من السابع للتاسع، دي الغرزه اللي بياخدها دي، شوف ايديه على الزراير، شوف الفن ملاحظته للاضاءه بتاعت، انت تغمز له غمزه هو عارفك، واخد بقى، عارف انت ساكن في الدور ال30، ياخدك من الارض لل30 حته واحده من غير ما يقف في محطات ولا ترانزيت ولا قرف، البشر كلهم واقفين طالبين الاسانسير، مفيش ينفض لكل ده، وعارفك، شفت الخبره، فنان هو، يعني عامل الاسانسير ده بيقوم مثلا بدور المحرم، تخيل اتنين لوحدهم في الاسانسير وهو مش موجود، ها تفاهم بقى. عندك مثلا ايه، عسكري المرور اللي بيشاور للعربيات انها تمشي والاشاره خضراء، ويشاور لهم تقف والاشاره حمراء، تقول لي فين الاضافه، اسكت، ما تقولش فين الاضافه، الاشاره فتحت وانت داخل خلاص معدي، بعدين قلبت وانت في نص الشارع، الاشاره دي حته حديد، دي ما عندهاش مشاعر حضرتك، لازم الراجل ده يقف، ان عدي ما تعديش كده، يظبط الدنيا، يسيطر على الموقف. طب افرض ان انت دلوقتي مثلا واحد تاني ما بيعرفش يقرا ولا يكتب وعنده مشاكل في الالوان، يشوف بقى اخضر واصفر واحمر وبامبي وبتاع، اصلا في اشارات بتبقى منوره كل الانوار في نفس الوقت، البني ادم اللي واقف ده هو اللي محرك المساله، هو اللي مخلي المسائل طريه، يعني يا ريت بقى ان نفكر بره الصندوق ونبطل نصدر احكام بشكل عنيف كده. في بقى السايس اللي بيظهر لك فجاه وانت خارج من الركنه خلاص، هوبا يقوم جاي يوجهك بقى، عارف النوع ده؟ بص يا باشا، اكسر شمال واطلع على طول كده في الشارع على طول. لا والله فعلا امشي في الشارع على طول ممكن. طب وبعدين بعد ما امشي على طول اعمل، هتسيبني لوحدي؟ ارجوك ما تسيبنيش لوحدي، خليك معايا، كمل معايا، دلني، ارشدني على بيت مستقبلي، امشي ازاي، تعالى قولي، يعني انا بقول احسن ما يشحط برضو ولا يمد ايده. خد بالك الشحاته برضو ده مجال وله مواهب وشغلانه، يعني انا اتذكر الشحات الكلاسيكي بتاع زمان لو بدا ينقرض بالفعل، يعني الشحات التقليدي ده اللي هو اسمه الحركي شحاته بكف، اللي هو بيجي يمد ايده عادي، البس لبس مقطع، استخدم جمل عاطفيه، ادعيه محفوظه، حسنه قليله تمنع بلاوي كتيره، انا لك فعل الخير والثواب، التقليدي فاهم، حاجه قديمه زي ده، انقرض، مفيش بقى، هو مش متابع الشغلانه بتتطور، مش ابديتد بالجديد في مجاله، وما ده كده مش صح، هو ضيع نفسه في حاجات اظرف كتير. عندك مثلا الشحات اللي متغرب ده بيحكي قصص، روائي، الراجل ده روائي طبعا له احترامه، عنده دايما لازمه اللي هي وانا نفسي اروح بلدي، دايما يتكلم كلام وفي الاخر يقفل وانا نفسي اروح بلدي، ده بيبقى عنده قصه مش مؤثره اطلاقا، مجملها ان هو ضفدع بشري مصري رمته طياره هليكوبتر في المكان ده، يقول لك انا حضرتك من قريه السمبساوي وزور ابن خاله امي، وتذاكر القطر داس عليها وهي بتشرب، وفلوس التذكره اتسرقت بعد ما اتحرقت، وفي الاخر وانا بدي اروح بلدي، يقوم قافل الكلام بنفس الحته، فهمت؟ ده تعمل معاه ايه بقى؟ ده تطمنه، ده مش محتاج فلوس، ده عايز يطمن، عايز احتواء، انا بقول له كده، بقول له ما تقلقش، الاسبوع اللي فات قابلت حوالي 18 واحد في نفس حالتك، كلهم من قريه السمبساوي، كلهم معانا هنا، ومفيش حد في بلدكم خلاص دلوقتي، خليك معانا، يعني لو رجعت هتلاقي بلدك فاضيه، خليك معانا بقى، يطمن، هو كده اطمن. في بقى نوع من الشحات صايع جدا، محتاج تدريب ومحتاج قبضه قويه، خدت بالك؟ ده الشحات اللي بيدخل عليك مدد ايده بالسلام، هو بيسعى للسلام، عنده رساله السلام، اسمه العلمي زهان شيكا، ده طبعا ايه، بتضطر تسلم عليه، قفش خلاص، الراجل خد ايدك تاني، يفضل قافش في ايدك لحد ما يحكي لك تاريخه بالكامل، ذكرياته، الامه، عجزه، كل مقاسيه، ده الحل بتاعه ايه بقى؟ انا اقول لك بقى، تعمل نفسك محتاج تطلع فلوس بايدك، تسلد ايدك، تخلع ما يشوفكش تاني، اصل هي محتاجه فاهم، محتاجه سنس عشان تتعامل معاه، التويست ده هو اتمرن على قبضته وانا اتمرنت هنا في الدماغ. في بقى الشحات الرياضي بقى، البطل الاولمبي، يجري جنبك من غير ملل او ياس، جنب عربيتك، منتهى الرشاقه والثبات، عالمي، ده مستو ايه بقى؟ لو ما اديتلوش حاجه ما يزعلش، ليه؟ روحه رياضيه، اولمبي. النوع ده بقى لما بيعتزل بيدرب السايس اللي بيجي لك جري وانت خارج من الركنه، اشتغل مدرب، فاهم اللفه. في عندك كمان نوع شحات ذكي جدا ورومانسي،
بص هو رومانسي سلاش انتهازي، عشان لو عايز تسيرش عليه. بيستغل لحظات التوهج العاطفي بين المحبين، بيقتنص اقصى حالات الضعف الانساني الشفاف، ويعتمد على ان مشاعرك بتكون محلقه في اعلى درجاتها دلوقتي، ويقرص بقى واطي جدا. واخيرا النوع الاكثر رعبا على الاطلاق، الشحات الزومبي. لا لا ده وحش، ده اللي بيظهر في منطقه من الاتنين، يا اما تليه في المقابر وانت طبعا معيط ومتاثر وعامل ده يرحمك، يخش بقى يكمل عليك لان انت بالنسبه له انت جاهز. الشحات الزومبي اللي من النوع التاني ده الشحات المسرحي بقى، ده راجل بيفهم في المكياج، اكسسوار ملابسه، حاجته، واخد وقف اضاءته، يتكلم بصوت فيه بحه هزه، يتنفس بصعوبه، يتكلم بالاشارات، طبعا معاه كميه اشعه وروشتات مضروبه بالهبل. ده على فكره ده هايل جدا. انا مره شفت اديته فلوس، قلت له بص انا على فكره مش مديك فلوس عشان تتعالج، لا لا فوق انا هارش، انا زميلك بالمناسبه فنان وكده، وانت عجبتني يعني انا اشكرك، بس خف الميك اب، حط الفلوس في الروشتات وطلع يجري، فقلب اولمبي فجاه وبقى زي الفل. بقول لك ايه، بص انت عارف المشهد بتاع النهارده اتلغى، انا كنت محتاج 20 جنيه عشان اجيب غدا بس، ها لان انت عارف انا من قريه السلمساوي اساسا وبحتاج نقل دم. لا ما انا هروح انا اجيبه لك انا من عند الحاجه دلوقتي. لا اصل انا قاعد هنا بقالي كذا يوم. ما هاجي لك انا، هاجي لك بقى بعد كده. بقول لك سلم عليا. طب يا عم بقى فحل عني بقى يا عم، انا بشحت منك. ايه الناس دي؟